نبتدي مع حبيبة كابتن بعد اذن حضرتك. اتفضل حبيبة. الاول عايزين نتعرف عليك، انت عندك كام سنه وابتديتي تلعبي كاراتيه من وانت عندك كام سنه؟ انا عندي 15 سنه وابتديت العب كاراتيه من حوالي 3 يعني من وانا عندي 3 4 سنين. بدايه من بدري جدا. وعارفه توازني كويس ما بين الدراسه والمذاكره وكده والبطولات والمعسكرات والى اخره؟ هو الحمد لله يعني البطولات والتمارين بيبقى المدرسة وبروح التمرين وبعدها بنرجع نذاكر، مفيش وقت في النص ملوش لازمة. وقت الراحة من التمرين بيبقى هو وقت المذاكرة وقت المدرسة وكده. برافو عليك، شاطرة ان انت عارفة توازني. كلهم عارفين يوازنوا في التفصيلة دي؟ يعني اللي عنده فكرة النجاح هو بيحاول ينجح دراسة ورياضة وبيتعلموها من بعض. هما دخلوا النادي الاهلي شافوا دكتور مهند مجدي دكتور بطل عالم، كابتن جيانا فاروق، كابتن ايه هشام، زميلته، كل دول دكاتره مهندسين وابطال عالم. فهم شافوا الناس دي قدوه في الاول خالص ان الناس دي قدرت توازن وتنجح، فكانوا هدف بالنسبه لهم ان هم يوصلوا له. فبالتعب والممارسه والمجهود قدروا يعني الحمد لله ان هم متفوقين دراسيا وما شاء الله رياضيا يعني الحمد لله.